أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة للشرق الأوسط هي الأولى له للمنطقة منذ توليه للرئاسة، حيث بدأت في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وانتهت في السعودية، والتقى خلالها مع قادة المنطقة. ومع انتهاء الزيارة نظم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح لقاء بعنوان تداعيات زيارة بايدن للمنطقة وللوقوف على التفاصيل والنتائج. زيارة بايدن بشكل أساسي لم تحقق أي من النتائج أو المخططات التي كان يراد لها في المنطقة، والنتيجة الأهم في زيارة بايدن هو هذا الموقف العربي الموحد والندية في التعامل مع الإدارة الأمريكية بعد غياب طويل للموقف العربي. تأتي هذه اللقاءات السياسية في إطار التواصل التنظيمي ما بين القيادة والقاعدة في التنظيم وفي محافظة غزة. نحن هنا من خلال التعبئة الفكرية نزرع العديد من الأفكار السياسية والأفكار التنموية والأفكار التربوية في عقول المرأة أو عقول الرجال هنا في المحافظة لتثقيفهم وزيادة الوعي السياسي لديهم.